كلها. خير على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم ونشره فنيه جديده وفن اونلاين. نبتدي بالعناوين واهم عناوين نشرتنا النهارده. يسرى وهنيدي وايمان البحر درويش اهم نجوم حفله ختام مهرجان المسرح العربي. كاميرا فن اونلاين تلتقي مع نجوم البوم هيت 5. انا بابايا سوري بس طول عمري عايش في مصر، بغني من صغري، فاهلي اهتموا بالموضوع الغنى دوت وكده. فسمعت قبل كده يعني عن كلمات يعني علي عبد السلام، شارع علي عبد السلام وبس، فحبيت اوصل له يعني. وصلت له وكلمت معاه وقلت له عايز اعمل معاك اغنيه وكده، فاشتغلت معايا الاغنيه اللي هو عاملها لي ديت. انا معايا يعني الناس يعني في الالبوم كتير جميله جدا واصواتها جميله والشغل جميل جدا ومفيش حد يعني عامل حاجه وحشه. انا